عليكم، كي دايرين؟ كي بقيتو؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. في الصواد سولو بيض عنده صديفات، الجزء العلوي عنده فيه صديفات من الامام. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. طبعا بعدا نفصلوا الجهه الفوقانيه. هنا التوب طويتو على 4 كما شفتوا معايا. هذا الظهر هنا مسدود، وهذه الحاشيه خليت هنا 6 ديال السنتي 7 ديال السنتيم. ها هي ما حسبتش هذه الحاشيه، هذه سنتيم ديال الحاشيه ما حسبتوش، وخليت 7 السنتيم. دابا ان شاء الله نحط العبارات ديالي. الجزء العلوي عندي فيه 45، غنزيد سنتيم ديال الخياطه. ها هي فين علمتها. الكتاف عندي 20 في الكتاف، حيت غيكون بلا كمام، ما غنزيدش الخياطه في الكتاف، غيكون غير بلا مونش. نربط انايا 2 سنتيم. الدوره ديال العنق ندير فيها 8، ونربط 2 سنتيم في ديال الظهر. نربط هنايا حيت غيكون ما عندوش المونش، ما خصنيش داك التركيز يجيني كبير. الا جا كبير راه كيجي محلول، حيت فاش كيكون الا درتو دابا درت فيه 21 وزدت الثمن لوغلي 2 ديال السنتيم حيدتها منه في الخياطه، غيولي لي كبير بزاف الدوره ديال التركيز. هنا غادي نقص منه، انا دابا غندير فيه 18، غنجي قبالته هنايا نخرج 20 كما درت هنايا. الدورة ديال الصدر عندي فيها 26، نزيد الخياطة. نهبط هنا 14. البطن عندي 25، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. غادي نطلع هنايا 2 سنتيم في الجناب، ونصيلها لهنايا للتالي، نخرج بها للتالي باش ما كيجيوش طايح من الجناب، كيجي دير داك التخنشيشه. هاد الموديل هذا كيصلح فيه متر ونص كافي، ما فيهش لي مونش. غنحيد من هنايا 2 سنتيم اللي كندخل فيها. هادي 8 7 ديال السنتيم اللي خليت هنا ديال الازرار، غندير خط هكا ونهبط هنايا 8، ندور هاد الدوره ديال العنق. هذا هو الامام ديالي. دابا الطرف هذا غنجيبو غنطويه على 4 باش نصاوب السروال. كما شفتو هنا التوب قديتو على 4، خليت هذا زايد 3 سنتيم هنا هاد الجهه ديال التحت. هذا غيكون الجهه ديال الخلف، غتكون زايده على الامام. هذه الامام وهذا الخلف. دابا نحط العبارات ديالي.
عندي في الدورة ديال البر، ثم كيتيريش غنزيدو ثمن داك الوسوعية اللي كتكون عندنا باش يطلع لنا، حيت الا درناه سيغ موزوغ نيشان ما غاديش يطلع لنا السروال، الا كان ثم كيتيريش، كان كيتيري راه كنديروه نيشان كيطلع، هذا ما كيتيريش غادي نزيدو 10 ديال السنتيم ديال الوسوعية باش كنشدو العبارات ديالنا على الكليانة، بحال دابا دورنا هكا السنتيم كنشدو العبار ديالنا وكنزيدو عليه 10 سنتيم. هنا في البطن عندي غندير لها 26 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، غادي نخلي لها هنايا 3 ديال السنتيم ديال اللاستيك والخياطة، غاديش نعبرها وغنهبط هنايا في الحردة ديال السروال، نهبط 28 هاهي. طاية السوندار كتكون 28 كنهبطو بيها، فاش كتكون الطاية كبيرة شوية مولاتها عامرة كنهبطو 30. الحوض عندي 29 ونزيد سنتيم ديال الخياطة، غنزيد هنايا في الحردة ديال الأمام عندي 4 ديال سنتيم ونص، وفي ديال الظهر غنزيد داك 3 سنتيم اللي زدت، غنخرج بيها هكا لهنايا. الدورة ديال الحردة ديال السروال، نجي لهنا نشد الطول، عندي في السروال الطول ديالو 100 و 109 هيا، غنزيد غي واحد السنتيم ديال الخياطة حيت تو هادشي اللي عندي فيه، غنجيب هاد المسطرة الكبيرة ونحط هنايا في هاد النقطة اللي عندي هنايا، غنشدها مع هاد النقطة هادي. هذا هاد الجهه ديال الامام غادي نقص منها 2 سنتيم، ونهبط معاه هنايا نقص 1 سنتيم. عندي 6 ديال السنتيم اللي خلينا ديال الازرار، ها هي فين علمتها. غادي نجي دابا باش نخيط هذا المارد هنايا، غندير هنا الوجه عند الوجه ونخيطه هنايا، كما شفتوا ها هو خيطت هذا المارد هنايا، هذا السجفة خيطتها هنايا، غنجيبها هادي هنايا 6 سنتيم غنقسمو هادي على جوج ونخليو 3 ندخلوها لداخل و 3 غتبقى ديال الازرار. غادي نجي لهاد التعليم اللي علمت ونحط عليه هادي، هذا هو المنتصف. دابا هكايا غنجي لهنايا وناخد سنتيم من هنايا ولا نميلو شويه على حساب بنتي بغاتو يجي بحال لي في، غنميلو شي شويه ونطلع معاه حتى لهنايا.
غادي نقلبو لداخل. كما شفتو هذه هي الدورة ديال العنق. هنايا غادي نجيو غادي نطوي هاد 3 سنتيم ديال الازرار، غنطويها هكا، ندخل هاد الحاشية لداخل وندوز عليها بالخياطة من هنا. غنبدا من هاد البلاصة، غنبدا من هنا ونجي وندور هنايا عبر الصباط حتى لهنايا. هاد العملية هادي نديرو حتى نركبو الظهر مع الامام. دابا غنصاوب الجهة الاخرى من نفس الطريقة هكايا. كما شفتو انا لصقت هاد السجفة هنايا، هادي ديال الازرار حتى هي الجهة الاخرى، درت الوجه عند الوجه ولصقتها. دابا غادي نجي للمنتصف ديال هاد 6 سنتيم، غتبقى لي 3 منا و 3 منا. هاد 3 ديال السنتيم اللي هنا في النص غادي ندير عليها هاد هادي، غتجي هي هي المنتصف ديال 3 ديال السنتيم في غيكونوا الازرار. غادي نرد هاد الحاشية هادي، نردها لهنا لهاد الجهة صافي، ونمشي معاها بالخياطة. غادي نبدا من هنايا وندوز بالخياطة. دير هنايا كرانات، ومن هنا غندوز بالخياطة. ندوز بالخياطة من هنايا وندوز. دير هنا كرانات باش يجي داير، باش يجي لي داير. نجيب الوجه عند الوجه نلصقهم، نجيب هاد البليصة هادي، ها هي الوجه مع الوجه هنايا، نحشي هنايا هاد الحاشية، نجيبها مع هاد الخياطة اللي عندي هنا، ونقلب عليها هاد السجفة اللي عندي، نردها من هنايا باش تجيني مفينية. كما شفتو هاهي كيجي مفيني من الكفة والوجه. غنصاوب الجهة هادي نفس العملية. هنايا غنشد هاد 3 ديال السنتيم اللي عندي هنايا، غادي نطويها، غنبدا من هنا من التحت وندور عليها كاملة. غنشد داك نص سنتيم اللي دخلت لداخل، هكايا ونضو نطلع مشيتو معايا. هذا هو الدور ديال العنق، هنا غيجيو الازرار. كيجي فيني لمن تم من الداخل كما شفتو معايا. دابا غادي نغلي لهنايا الحرده ديال الكم، حيت ما غيكونش عنده الاكمام هذا،
غندير جوج قويات هكا، غندير سنتيم نطوي سنتيم ونولي نطوي سنتيم واحد اخر باش يجيني فيني، باش يجي هكا كيما شفتو. دوزت داك الحرده ديال المونش، ها هي غادي نجيبو هنايا وندوزو بالخياطه من هنايا. غادي نجي لهنا نقاد هاد البلاصه مع هاد البلاصه كي غيكونوا الازرار باش ندوز عليها بالخياطه. ندوز من هنا بالخياطه باش نمونطي هذا الجزء العلوي مع السروال كما شفتوا. ها هو خيطته من هنايا، هذا السروال ديال السلوفيط هو هذا الجزء الاسفل. غادي نديروا الحرده مع الحرده، ها هي هذه الحرده ديال الامام، هذه الحرده ديال الظهر ديال الخلف، هي هذه. غادي نمونطيهم بعدا بالماكينه وعاد نديروا لهم داك الساعه السرج. مونطيت السروال، درت له السورجي وعاودته بالخياطه كما شفتوا معايا. هذا هو الوجه. دابا غادي نمونطيه مع الجزء العلوي، هذا هو المنتصف ديال الظهر. غادي نجيبو وغنديرو معاه الخياطه ديال الحرده ديال الخلف. هنايا غادي نجيب هاد ديال الازرار، هادي اللي غتكون في الامام، القطعه ديال القطعه العليا، هادي الحرده ديال الامام. غادي ندير هاد الخياطه هادي غنجيبها في المنتصف ديال هاد الازرار. نجيب هاد الخياطه هادي ديال الجن، غادي ندير لها البانكا هنايا. دابا غندوز عليهم بالخياطه هكايا، نخلي سنتيم ديال فين ندير السورجي وفين ندير لاستيك، ندير الخيط المطاطي. كما شفتو هنايا لقيتهم بجوج، لقيتهم بالخياطه دوزت لهم السورجي. هنا قطعت العبر ديال اللاستيك اللي غندير، دابا غادي نجي للاقي غندير له هكا وندوز. انا غادا وانا كنجبد هكا باش يجمع ليه الثوب. كما شفتو انا دوزت لاستيك، ها هو
دابا غادي نولي نعاود له خياطه من الوجه، خياطه واحده اخرى غادي نشدو، غادي نعسوها هكايا وندوز عليه الخياطه واحده اخرى من الفوق من هنايا، واحد نخلي واحد سنتيم هكا بين الخياطه والخياطه، ندوز له خياطه اخرى هنايا حدا هاد ذات الخياطه هذه الاولى، غندوز خياطه هنايا بيناتهم شي نص سنتيم ولا سنتيم هكا. صاوب لوغلي ديال السروال من التحت كما شفتوا معايا، انا صاوبت هذا نصاوب هذا الكم الثاني الرجل الثانيه، غنطوي سنتيم هكايا لداخل ونزيد سنتيم واحد اخر هكا وندوز عليه بالخياطه كما شفتوا معايا، انا درت لهم لوغلي بجوجهم. بالنسبه لهاد الخياطه اللي درت هنا ديال لاستيك، ماشي ضروري تدوزوا هاد الخياطه الثانيه، يمكن لك غير تلصقي لاستيك من الداخل على هاد الخياطه اللي درناها في الاول وصافي، هادي بلا ما ديروها، الا ما بغي اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، ماشي ضروري. هذا هو السلوبيت ديالنا، كملناه كما شفتوا من هنا من الداخل. هاد السجفه راه درت لها من هنا لوغلي باش ما يبقاش داك التشنتيف باين، كيجي فيني من هنا من الداخل ومن برا. نتمنى يكون الشرح باين ليكم لا في الفصاله ولا في الخياطه، وما تنساوش تدعمونا ب